وزير التربية فتحي السلاوتي لمبعوثتنا هيفاء إتويتي. ثم بروتوكول صحي جديد رجوت البارح فيه شروط تعليق الدروس في قسم ولا في مدرسة. إذا كان عندنا 3 حالات في قسم نسكروه مدة 14 يوم يقع تعقيمه ونرجع بعد. إذا كان عندنا 3 أقسام كل قسم فيه 3 حالات إصابة وقتها نسكروا المدرسة مدة 14 يوم ومن بعد نرجعوا نقراوا. دونك لا مجال للحديث على إغلاق كلي لمختلف المؤسسات التربوية. احنا نحب أولاد كملوا يقراوا بتوفير بالطبيعة الشروط الصحية اللازمة. ملف رقمنة العدالة مازال ما تمش استكماله، والمجلس الأعلى للقضاء بدأ في صياغة بروتوكول صحي في المحاكم. هذا ما قاله رئيس المجلس يوسف بوزاخر المبعوثتنا هيفاء إتويتي. بصدد التشاور مع سائر الأطراف وسنتولى صياغة بروتوكول خاص بالمحاكم، وأدعو السلطة التنفيذية تحمل مسؤولياتها في تأمين وسائل الوقاية ووسائل التوقي من انتشار الجائحة في المحاكم، في انتظار وضع بروتوكول صحي متفق عليه بين كافة الأطراف. رقمنة العدالة هذا ملف كبير ما أنجزناش فيه حاجة أنا معتبرة. بقية أخبارنا في عناوين أحداث لجان محلية لمجابهة فيروس كورونا في بنعروس. أخذ 20 إطار جامعي وإداري في معهد التربية في منوبة للحج الصحي بعد ثبوت إصابة أستاذ بكورونا. قسم كوفيد-19 في السبيطار الجهوي في تطاوين باش يكون حاضر خلال 20 يوم حسب تأكيد والي الجهة. ومن المنتظر أن يتم اليوم فك اعتصام المحتاجين في المنشآت البترولية في الفوار. أخبارنا متواصلة على EFM، تنجموا تابعونا وتتفرجوا في أخبارنا وبرامجنا على شان EFM على اليوتيوب.
حيرت العالم بياري بعتك الميس يا عمري يا حسين الملك يوسف بعتك الميس يا عمري يا حسين الملك يوسف انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. أربعة وثمانية دقائق على ثا. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من سبور ماكس حلقة السبت 26 سبتمبر 2020. بعد شوية باش نقوم بقرعة الويم سكول باش نكتشفوا شكون الفائز برحلة للفيلودروم باش يتفرج في مباراة الأولمبيك دو مارسي. ممكن تكون يكون ماتش في الشامبيونز ليغ الأوروبية. طارق العطار بالكرونيكوس ساعة سرورة عسلامة. مرحبا سرورة. شنو حوالك سرورة؟ سرورة هي اللي باش تعمل القرعة. ماهيش بنتي باش ما غطوش فيها شوية. لا لا باش تضرب مصالح ولا حاجة. لا لا انت لازمك تفرج في ماتش في الأوروب ساعة. خليني في الافريقيا انا في ليغ 2 رابطه ثانيه ورابطه ثالثه ورابطه جهه جهه هذه اللي تخدمني. انا مانيش محمد سلامه. يلزمك تفرج في ماتش في الاوروب يا طارق يا عسادي. محمد سلامه شيخ سورتو بالماتشات في تركيا وقطر ومباراة السد القطري مباراة بغداد بونجاح. يضحك خالد ستر يا اخي خالد راهو اسمع راهو يضحك كي نبداو نحكيو على محمد سلامه وعلى افارياتو. ان شاء الله ربي يزيدو خلي تفرح. ما شاء الله ربي يزيدو. يحضر معنا رياض ورده. رياض مرحبا بيك. نجم تجي حذايا يجي حذايا رياض باش نقوموا بالقرعه. نعطيك الكلمه ساعه رياض. رياض ساعه مرحبا بكم وبيك يا عايش. بون انا كوتش نمثل اولمبيك دو مارسي في تونس. هذا بروجي جديد تحل عم ناول. بدينا نخدم عم ناول السنه هنا قدرت ربي قاعدين نطور وكل شيء. خذينا تيران تاع زويتن وخذينا بارك في النصر. وكا هاو ان شاء الله السنه يكون خير من عم ناول. وكا هاو باهي رياض نجم تقعد حذينا غادي حذا اسامه السلام باش نقوموا بعمليه القرعه. واليد البريئه حاضره اليوم معنا سروره. سرور انت باش تختار ورقه باش تحدد شكون الفائز من بين المنخرطين في مدرسه الويم سكول الفائز وسعيد الحظ برحله للفيلودروم. ينجم يكون ماتش في الشامبيونز ليغ. مرحبا سروره. تنجم تخلط مليح ساعه اتون خلت لك انا الاوراق اوراق المنخرطين وسعيد الحظ اللي باش يكون مرافق بالبارون تاعو هكا ولا رياض؟ بارون لا سناء عمني ولا زين بارون. سناء لا باش يمشي وحده. الميكرو رياض الميكرو يقعد نهارين في يحضر على بارتي سواء تشامبيونز ليغ ولا بارتي نتاع شامبيونا في الفيلودروم. نتمناو تكون تشامبيونز ليغ. نتمناو خاطر هذا كان تأهل الويم للدور الثاني ساعه ان شاء الله. احنا نقولوا يتأهل ماك تعرف انت ديفوري في الماتشات هذوك معناها شيء كبير. ان شاء الله يجيه ماتش تشامبيونز ليغ ان شاء الله. يلا سرور اختار وريقك سرور نشوفوا شكون الفائز برحله للفيلودروم باش يتفرج في مباراة لفريق الأولمبيك دو مارسي ممكن تكون في الشامبيونز ليغ. باش تقرا أنت الاسم سرور. أي جو قرب الميكرو. ماجري عمر هو الفائز بتعرفوا طفل ماجري عمر هو الفائز برحلة للفيلودروم. إن شاء الله مبروك عمر. ماجري كان تعطينا أكثر تفاصيل على الرحلة هذيا رياض. الرحلة هذيا تقعد أربع أيام. يسافر الطفل يمشي لمارسيليا. في مارسيليا ينجم غاديكا يحضر في لي زونترينمون ونهار الماتش يكون مع الجوهرات يدخل معهم ينجم يعمل تساور مع لعبيه مارسي ديميتري بايت. شكون اخر محمد سلام من لعبيه مارسي؟ ديميتري بايت الفارو لي توفا سيف الخاوي خليتوا حساب الكونفينمون والاجراءات الصحيه معناتها ثم تكيفتوا مع الوضع كيفاش؟ اي بيان سور احنا عملناو انا بروغرامي ان فواياج مع لي بارون والاولياء خساره جا الكوفيد وكل شيء انيولي
مي الطفل هذا اللي يربح معناها يمشي اوفيسيالمون خاطر هما مارسي تاخذوا اون شارج ملي يوصل للمطار تونس حتى يوصل للمطار غادي ويتنقل مع جوارات وحاجه تكون اكسبيريونس باهيه ويدخل معاه مع الجمهور كل شيء وان شاء الله يتفرهد يبدل الجو فواياج باهي يتفرهد اكيد اكسبيريونس يعني اكسبيريونس باهي بيان سور ممتازه بالنسبه لعمر المهجري الفائز برحله للوام فاصل صغير وبعد شويه باش يكون معنا الفائز برحله لملعب الفيلودروم باش يتفرج في فريق الاولمبيك دو مارسي. خلود مبروك تلقاوني في 90 دقيقة من اثنين للجمعة من نص نهار الماضي ساعة ونص ومعايا كالعادة سفيان بالحميدة مش وحده اثناء برنامج 90 دقيقة يعزز فريقه بطارق الكحلاوي وشاكيب درويش في 90 دقيقة ساعة أخبار تحاليل وتصريحات ونص ساعة حوار مع ضيف كل يوم على إيفام أحلى غاديو أحلى ضحكة طيارة بدها تهبط ريحة البلاد الطيارة تهبط 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 هبطت الطيارة ثم تسمعوا في سبور ماكس مع أمين جلاندا من مصليفة للخمسة الأربعة واربعتاش دقيقة على FM هذه سبور ماكس اكتشفنا سعيد الحظ اللي باش يمشي الملعب الفيلودروم يتفرج في فريق الاولمبيك دو مارسي في الموسم الحالي 2020-2021 ربما مباراة تشامبيونز ليج مازلنا ما نعرفوش عمر المهجري هو سعيد الحظ عمر المهجري اللي عضو من اعضاء مدرسة لو ام سكول يا رياض معنا مباشرة والد عمر المهجري مرحبا بك وبيك عايشك مرحبا احنا اتصلنا بيك شو نقولوا لك مبروك الفواياج عمر المهجري اللي هو ابنك ربح فواياج مع لويم سكول لملعب الفيلودروم باش يتفرج فريق لويم ان شاء الله مبروك اي امبيونس ها اوكي اوكي هو حذاك عمر الفايدة جينا كوارجع عمر هذا يوصل لمرسي لا يخت ولا امه كما قال تارخ فرحان اكثر منه ان شاء الله ينجح ان شاء الله مبروك او معك الكوتش رياض وردة رياض عمر مرحبا رياض عمر ان شاء الله مبروك انا عملنا القرعة توا في فيم وطلعت انت وان شاء الله مبروك عليك وتمشي تفرهد تعمل ايامات تدخل الاستاد تشوف الجواري من البارح نخمم فيها الحكايه ولا من البارح شكون الملاعب اللي تحب تصور معاه عمر؟ نعم الملاعب اللي تحب تتصور معاه مرسي اي لا ما نعرفهمش ما تعرفهمش باهي فرصه باش تعرفهم فرصه باش تمشي حذاهم وتعرفهم تدخل الفيستيريت لورانج فيلودروم هكا اسمه ملعب الاولمبيك دو مارسي ان شاء الله مبروك عليك ان شاء الله تتفرهد في الفواياج اللي يستنى فيك ما عندكش فكره على الدات رياض لا الدات انا با انكور فيكسي في الكوفيد وكل شيء هما يبعثونا يرسلونا اداره اولمبيك مارسيليا واحنا بين استنى واحنا في فواياجات زاد فريق سبور ماكس الكل احنا ماذا بينا نمشي وزاد نحب انا شخصيا نحب نمشي بالفيلودروم نمشي زاد ماذا بيا يهزوني ما يعطي القضيه يلا شكرا لك رياض على حضورك معنا اليوم نجم رياضي ساحلي مازال يريد التعاقد مع مدرب دراما روجي لومير اخيرا تنتهي محمد سلام نورمالمون انتهت بالرفض ولا بالرفض اي بالرفض خاطر ما كل شيء جايز ماك تعرف مسلسل مدرب طويل ومعناها لازم كيما يقولوا ياخذوا فيه قرار نهائي و
وكل سواء بتثبيت المدرب الحالي كل سواء بجيبين مدرب خاطر سيزون معناها جايه مع الابواب لو 24 معناها من با اموا باش يجي مدرب جديد يعرف الافكتيف. انا عجبتني في سؤالك قلت نورمالمون انتهيت معناها كان انت ما في بالكش معناها محمد والله لا في بالي بالحق باهي باهي اوكي اوكي باهي للحديث الموضوع معنا مباشره من الامارات لاعب النجم السابق لاعب المنتخب ومحترف فريبور وبشكتاش زبير باهي. مرحبا زبير. مرحبا امين مرحبا بك وسلام المستمعين كل مرحبا بالاولاد ضيوف معايا محمد سلامه خالد مولي اسامه سلامي وطارق العسادي. زبير زبير اكيد حبينا ناخذوا رايك في اللي صاير في النجم الرياضي الساحلي حاليا. الناس كل كانت تنتظر في روجي لومير مسلسل طويل نوعا ما مسلسل روجي لومير ثم لم يقع الاتفاق معه ضبابيه حاليا حول هويه المدرب القادم للنجم. زبير شوف يمين انا من تقريبا جمعه عملت انترفيو في راديو مساكن ومعناها وتكلمت حبيت نحرك حاجه انه فعلا الناس كلنا نعرفوا مش لازم نكتبوا على رواحنا انه الامور في النجم مش ماشيه بالكتاب معناها وسيزون صعيبه برشا والموضوع حبيت نقول راهو مش الموضوع مدرب فقط هذاك لونترنور موضوع صغير من جملة برشا مواضيع لان دي كاتيجوري كلها احنا نحبوا ليتوال مش نحبوا كاتيجوري نحبوا لي كاتيجوري كلنا وكل شيء بليسكو صح حكيت كسبورتير معناها عرفت اللي بالحق من مدة ليتوال ما لقاتش روحها في المواقع الرابعة والخامسة والتعاني بالشكل اللي عانيته سناء على جميع الأصعدة ماديا ورياضيا وكل شيء دونك حبيت نحرك حاجة ونتكلم باش اموا تولي الناس تفكر وتصير ردود الفعل تو اليوم احنا في عصر الفيسبوك وفي عصر السوشيال ميديا والناس كل تقول رايها وتتفاعل معناها عرفت؟ مش ما نبداو نبنيو في الايجابي ونفكروا كيفاش نلقاو الحلول. بيان سور الحقيقه ساعات نكون اجريسيف في الكلام لانه نحس اني مش منطقي باش نكونوا مازلنا التو شادين في رجل الماء. معناها كمان معناها الراجل عمره 80 سنة ما عادش لازم يقف ساعة من زمان ما عادش لازم ياخذ الكار ساعتين من زمان ما عادش لازم ياخذ طيارة خمس سوايع للأفريق ما عادش ينجم فيزيكمون على اللي فور احنا الكل نحبوا لومير أما فما حقيقة تقول لي ما عادش ينجم دونك ما نوليوش في وقت ما نستعملوها معناها كحريفشة باش نسكتوا الناس هيا باش نجيبوا لومير دونك كمان بين الواحد يكون عاقل ورزين وإيجابي وبين الواحد زادة ما تستبلانيش دونك هذا شنو معناها في الاخر حبيت نقول الحقيقه الوضعيه كيما الناس كل تنجموا تحكيو في البلاتو كيما الاولاد الكل يعرفوا في البلاتو اللي ليتوال ماهيش كالعاده عندها برشا مشاكل بيان سور اني نعرف اكثر من غيري المشاكل الداخليه واللي قاعد يصير وكل شيء مش ما فماش في الوقت الحاضر رغم اللي تكلمت كما قلت لك مساعي باش نصلحوا باش نلقاو حلول راي الحلول يمين تسوى في الاتوال ولا في غيرها باللمام اي اكيد اكيد زبير يعني العلاقه بين رضا شرف الدين والملاعبيه القدامى تبدو انها متوتره لا 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 يمين بربي استنى ساعه نصحوا الغلط هذا ما فماش في تاريخ الاتوال كان اللاعبين القدامى المسؤولين القدامى زاد نزيدو فما رؤساء قدامى فما عقلاء قدامى راهو مهما كانت الكاتيجوري اللي مش تسماها مش الكل امريكا لو كلها كما تحب انت راه ولذلك هاي اخويا نقولوا اوبجيكتيفمون وبكل نظافه ومن غير تخدير مخ نتفقوا انه احنا غالطين في في المنافس احنا قاعدين نتعاركوا داخلاني الناس قاعدين نتعاركوا في مصلحة الجمعية، قاعدين نتعاركوا بيناتنا ضد مصلحة الجمعية. هذه رسالة موجهة للناس الكل، للي مسؤولين اليوم واللي قاعدين لبرا، بما فيهم أنا موجهة لروحي سيدي. بقينا لازم الناس الكل تفهم اللي أون بلاس فما مسؤولين. وهما اللي عندهم أكثر صلاحيات من غيرهم باش يبداوا بالإنيشيتيف، معناها باش يبداوا يلموا، باش يبداوا حتى كان ما عجبكش فلان لازم يعجبك فلان. راهو ليتوال عندها قداش من رئيس قديم، عندها قداش من مسؤول قديم، عندها قداش من لاعب قديم، بيان سور كيما قلت لك بالتحفظ اللازم، معناها فما ناس ممكن ما تتفاهمش معاها، ما تخدمش معاها، ما تحبهاش تسمعها، ولكن لازم نرجعوا نسمعوا الناس. لازم نرجعوا نامبليك الناس.
لازم نقسموا المسؤوليات. معناها هذا علاش يعني ندعو بيان سور اليوم ولا تسمى باجات ولا تسمى جروبات ولا تسمى ناس مؤثره. يا اخي تبدا تلم وتعمل استفتاء شكون هم الناس اللي يلزمهم يحكيوا في حق الجمعيه ولا يتدخلوا في حق الجمعيه ولا يقعدوا مع رئيس الجمعيه باش يبداوا يسمعوا. ما حاولتش انت مثلا تتصل ربما زبير حاولتش انت تتصل ربما بالسيد رضا شرف الدين تلم الشمل بما انه انت محبوب من طرف براتيك مونسكو. امين هذا ايش حبيت نقول من الاخر. ولكن شنو يصيف انا اليوم كلاعب قديم باش نلم ونعرف اللي فما مشاكل بين فلان وفلان. انا الدعوه نلم يعني على راسي وعيني نعمل قاعده تكون افيكاس باش نتكلموا بين اربع عيون كما يقول الالماني ولكن نتكلموا بصدق مش كل واحد عنده مصلحته مخبيه على جنب ونحطوا كل واحد في بلاصته. معناها لازم فيها شويه برشا تضحيات مش شويه برشا تضحيات من الناس الكل. واني مستعد للبدره هذه باش نحاول نقعد ساعه ثمان مع سي رضا اذا كان يقبلوا بالطبيعه ونعرف اللي هذا صعيب برشا باش نرجع نقرب حسين باش نقول زي ما هذو من الناس اللي خدموا في الجمعيه وهذو من الناس اللي بيان سور عندهم تعني لهم حاجه الجمعيه. زبير مساء النور. 2020 ولكن الانتماء راهو اهم حاجه في خدمه كره القدم. صحيح. ولا في السبور بصفه عامه اذا كان ما تنتميش بصراحه ما تنجمش تكون رئيس جمعيه بروفيسيونيل. صحيح. ما تنجمش تكون ما نعرفش يعني سبورتير بروفيسيونيل. لازم يكون عندك الانتماء. طارق العسادي باش يتوجه لك بسؤال زبير. مرحبا زبير عايش. نسترسل مع كلامك انت حكيت على شكوني انا معناتها لا عندك الشرعيه وعندك قاعده جماهيريه كبيره تبارك الله والناس اللي تعرف اللي انت اوبجيكتيف ما عندكش تصفيه حسابات هذا موجوده في برشا جمعيات. قد يكون علاش انت ثم شبه قناعه زبير ممكن انت تتحفظ اللي في النجم الساحلي لانه الحاكم الفعلي مازال مهدي العجيمي ولا بروفوني هو اللي قاعد مع روجي لومير هذا اللي هو الاحتراز عند ولاد ايطوال لكونه جمعيه سلبت من الشخص هذايا ورضا شرف الدين سايب المقود. هل انت تو معناتها هل فما قابليه انه الاولاد يقعدوا فرد طاوله مع الرئيس هذا ومع الخدماء خاصه الرؤساء؟ وحب نسالك انت كورت في المانيا وعندك الفكره بتاع السيره هذا هل انه علاش ليه مش ولد جمعيه نهار اخر يشد رئيس؟ قول انت ما فماش موارد ماليه لكن زبير عنده قوه المقترح وعنده ثم شفنا ستيل رومينيغا في البايرن شفنا برشا نماذج علاش ما تخممش انت نهار معناتها وتتفرغ للجمعيه تعرف عندك الرصيد الجماهيري والمحبه باش تلم ولاد الجمعيه وتكون قوه مقترح ويجوا مدعمين اللي هي مشكله كبيره حاليا ماديه. السي طارق فيما يخص موضوع شكون قعد مع لونترونور شكون ما قعدش مع لونترونور الحاجه اللي فيها مصلحه ايطوال بو امبور شكون يعملها. علاش قلت لك انا هنا نغلطوا في ان علاش فلان قعد ما دام فلان عمل مصلحه ايطوال خليه يعملها. شنو المشكله في انه مادي العزيم يعمل مصلحه للايطوال اذا كان هو اونيتمون خدم في الايطوال ويحب الايطوال. شنو المشكل باش اليوم انا متوسط في لونترونور للايطوال؟ بقينا ديما تقعد فما مسؤول اون بلاس ما نحسها من التعسف انك اليوم من غير الاوردر نتاع او من غير الموافقه نتاع الرئيس ولا المسؤول تاخذ القرار. فيما يخص الملاعبيه اللي تنجم تكون رؤساء بيان سور نجم نكون رئيس اما تعطينيش جمعيه مشاله في 20 مليار و30 مليار و40 مليار. انا عندي تصوري اني نحبش واحد يمشي الجمعيه اني نحب نبلي على موضوع اسمه واحد يمشي الناس الكل. يعني ما فماش فما رئيس فما مجلس اداره فما مدير تنفيذي او رئيس تنفيذي فما دي فورمول في الجمعيات الكبار في العالم اللي يتمشوا حتى مع العصر. اللي فيهم مبدا تقسيم الادوار. معناها لما الفلوس الدعم التسيير الحضور كل شيء يتقسم. ايه زبير ماهوش وقيت انت تو ترجع لتوال مرتين خدمت بصفه ظرفيه لكن الناس نادي باسمك معناتها باش تكون علاش انت ما انا سامحني في الكلمه فوق الربوه بعيد شويه وجمعيه تسحقك. نرمي روحي من هنا من الربوه؟ لا مش ترمي روحك هذا هو السؤال شنو نحب نقول لك؟ لتوال ما تسحقش باش تدق الباب انت نعرف روحي صعيب في الموضوع هذا ولكن إذا كان مش استدعاك حد ما يأمنش بيك كما صار لي المرة الأولى، مشكلة كبيرة، نعاود نفس الغلطة ونولي حاشاكم ما نعرفش نتصرف. على خاطر المرة الأولى صارت لي نفس الحركة، استعملوني في الانتخابات وبعدين وقت اللي وصلوا للكرسي ولاو يلوزوا على النفوذ ولا يحب ينحيك من قدامه باش يحكم هو كما يحب ألور كان ما نلزمش نقبل بأوامر زايدة وعمر. مشكلة كل واحد والديفو نتاعو. دونك هذاك علاش اليوم نحب نرجع ونقول
مادام فما مسؤول اون بلاس لازم هو يكون عنده الرؤيه، لازم هو يجي يقول اخويا انتم اولاد بتوع لا شنو تحبوا اجي وقعدوا معي قولوا لي. هو اللي قعدت معاه مش ما قعدتش معاه في الاداره. اما من غدوه مش الكلام اللي كان به. المشكلة وين؟ أسامة سليم يحب يتفاعل معك زبير. اسمعني لحظة قبل كل شيء، نحب الرسالة توصل للجمهور اللي يحب لتوا. نحكي عن الناس اللي تحب لتوا واللي تغيروا اليوم مش راضي على وضع لتوا. صحيح. هاي أخويا كل واحد نحاولوا على الباجيت وعلى الجروبات نجتهدوا قدر المستطاع باش نلقاو أفكار تعاون رئيس الجمعية باش يبدا يحل المشاكل. وأنا مستعد لأي شيء يتعرض عليه. عم نحكي على روحي. وتفضل اسامه. شنو عملك زبير لاباس؟ خويا خويا انت كلامك تو تبارك الله تو يعني تحب تلم الشمل وتحب كذا، لكن هذا ساعه صاير في برشا جمعيات راه مش كان في الليتوال بركه به، لكن لكن كلامك على طول الطريق. لكن كلامك تو انت قلت تحب تلم وتحب تلم، ومن بعد قلت اللي يعني خدموا بيك ولا خدم بيك رئيس النادي، ومن بعد فهمت يعني انا نتصور انا بحكم هكا شويه مش نحكي على هذا، نحكي على خدمت معه قبل. انا بحكم هكا شويه عندي شويه حبايبات في سوسه وكل شيء، نعرف اللي رئيس النادي بون ما نقولش انا الى كارتي لي زونسيان، لكن حتى ديجا الجمعه اللي فاتت حكينا فيها وجبدنا اسمك انت واسم زياد وبرشا لاعبين قدم فهمت، لكن نتصور هذه صعيبه على الاخر مع حسب لي زيكولي عندي ومع طبيعه الرئيس نتاع ليتوال تو، ما نتصورش اللي هذه لم الشمل باش تكون هكا زعما قاعده وكذا، لكن الاختيارات تاعو باش تكون هي بيد نتصور. ايوا اسامه الحل شنو هو الحل؟ احنا شنو قلنا؟ اللي تكلمت الجمعه اللي فاتت وقلت لك تكلمت عليه باش نحرك حاجه باش نقول يا ودي هيا راهو ماناش نبذروا الاتجاه الصحيح، معناها قاعدين نلوج على زياد ضدي وحسين ضدي وزبير ضدي والخدماء ضدي والمسؤولين القدم ضدي، ايه شو الحل؟ هاي نتحركوا هاو لومير ما نجمش نجيبوه، معناها هاي كيفاش نعملوا؟ باهي جبنا انترونور مش قلت الهوند الفوت الفولي الباسكيت معناها الكاتيجوري هذوما الكل راهم فقدوا بريقهم. علاش قلت لك ليتوال مش كان اونترونور فقط ومش كان مسؤولين فقط؟ انت تعرف اكسبيريونس صغيره بس تفهم الوضع. بعد ما رجعت الكورونا ورجعنا للماتشوات كان التوجه في النجم الفلاحي والناس الكل حكينا في بلاتوات في الدنيا الكل انه عليه باش نشبوا وباش نقصوا في الماس سالاريال وعندنا برشا مصروف وكذا كذا. شنو صار في اخر ماتش كونتر الكلود؟ براتيكمون رجعوا الاولاد القدوم الكل يلعبوا. بعدو كان اللي مضروبين ولا مرضى. هذه يلزمها قوة شخصية، راهو التشبيه يلزمها قوة شخصية ويلزمها. صح وطول نفس ويلزمه فكر معين واختيارات معينة. وواحد عنده عين زاد، راهو مش التشبيب يعني تجيب واحد عمره 16 وتلعبه، يلزم واحد عنده عين ويلزم يكون ان اونسيان جوار نحبه ولا نكره. احنا هذا ايش قلنا؟ لا معاك في هذا. قلنا راهو عندك سي مجيد، كي تقول عندك سي مجيد في سوسة بحذاك. ما ينجمش واحد يقول نهار اللي هو مثلا كي قلت سي مجيد بربي يطلع من طلع على لونطريمون يقول لي شنو رايك؟ يقول لك لا. وجبدنا عليه راهو جبدنا عليه الجمعه اللي فاتت. مغروم بالكوره مغروم بالكوره ما عندكش فكره، اكتشفني انا اكتشف صغيري تاريخه مع ليتوال ريان هدير ما يخلص لا يتعب لا حتى شيء وسيت انا في تكنيك معناه يعطيك رايه في جوه. زعما الناس كل عندها من الشتالي تو عندها ديسبونيبل اللي موجودين يظلي عندهم يعني كومبلكس من الاسامي هذوما. مش الناس الكل نحكي راه نعرف نحكي على لم الشمل الله غالب، ما تنجمش تكون الناس كل اصحاب وما تنجمش تكون الناس كل متفاهمه وهذا كل كيما قلت انت في الجمعيات الكل نعرفوه الكلام هذا. اما يا خويا هيا ناخذوا بخاطر الجمهور ونقربوا الناس وناخذوا رايهم ونجموا نحطوهم في بلاصتهم ونجموا نشاوروهم ويرجع لك ديما القرار. راني يعني نقول الفلسفه نعطيك راي الفني اما البقيه فما كوتي اخر ما نجمش ندخل فيه. انا حكيت معه وحطيت لجنه فنيه قلت له نعطيك الدياجنوستيك ولا الراي ولا الرابور تكنيك اما ما نجمش ندخل معاك في موضوع الفلوس، انت ادرى بموضوع الفلوس. دونك يقعد لك ديما الراي الاخراني ليك انت. راي الخدمه معناها ماهوش يجيب زبير يخدم ولا يجيب زياد يخدم وكاو
راهو بالحق معناها التسيير يحتاج ديسبونيبيليتي ويحتاج اراده كبيره وكبيره برشا برشا برشا. اما النقطه المفصليه حسب رايي اللي حبيت نبربش بها الناس، اسكو في الايطوال احنا اليوم قاعدين نخدموا مع بعضنا كسوسوا على الاطراف الكل؟ لا بيان سور لا. المشكل الرئيسي شكون اللي يلزمه يبدا، ولا شكون اللي يلزمه يلم، ولا شكون اللي يلزمه يعمل؟ ما ينجمش يكون من برا على خاطر ما عندوش صلاحيات، يلزم يكون من داخل. وما يلزمش نعملوا شو كيما عملناه قبل. يلزم نسترجلوا، يلزم نسترجلوا بتم معنى الكور. اي خويا اجا هنا قول شنو رايك؟ مانيش باش نطبل لك، يعني باش يقول لك راك غلطت في البلاصه الفلانيه، غلطت في البلاصه الفلانيه، كنت باهي في القرار الفلاني، كنت باهي في الموضوع الفلاني. ديك علاش ساعات كي نقول راهو فما غلطه توا كي يعني ما تكلمت الجمعه اللي فاتت غشوا برشا ناس وديما يتكلم وما يعمل حد شيء وكل شيء، ايش شنو؟ معناها شنو كيفاش يلزمني نكون فاعل؟ على الاقل من الموقع اللي انا فيه نتكلم تو. يطلبوني يقول لي اجي حاجتي بيك نحب تحكي معاك، نمشي ونحكي معاه. انا راهو كل واحد عنده زاده شويه اورجو، شويه عزه نفس، شويه التزامات، شويه مشاغل حياتي، يلقى روحه صعيب باش يرمي روحه كما تقولوا انتوما. ولكن هاي مره اخرى مبادره اخرى، ونحب نكونوا الناس كله خير. اللي يرضى يرضى ويدخل في المنظومه مرحبا به، ولا ما يرضاش ويسد صحيح في عدوياته ومشاكله للمسؤولين ولا للرئيس والا للمسؤول القديم والا للرئيس القديم، تعمل مسؤوليته. وقتها ما يحبش يلم. على خاطر ما فماش واحد وحده مش يخرجها لتوال من المشكله اللي هي فيها. باش نكونوا واضحين. شكرا لك زبي. فكرتي فكرتي جروب ناس مع بعضها تخدم وشوفوا شوف زاد يقدروا يحلوا المشاكل هذه ولا. واضح واضح. على خاطر كمية مشاكل رهيبة ورهيبة جدا. واضح. الفكرة وصلت. كل الأصناف اللي كاتيجوري صغار، الهوند، الفوت، الفولي، الباسكيت، ما نحكيلكش معناها الكومبلكس، عندنا راهو برشا أمور أخرى معناها فهمت. أما ما نجمش نقول والله ما يلزمش نتكلموا زوج مسؤولين نتاع ليتوال يتضاربوا بالبنية في الستار. ماهوش مسؤولية في ليتوال. راك أون سو تروب دينمي. إذا كانوا تعاركوا في بعضنا بالبون في الستاد قدام الناس كله، وسمعت إنه حتى الأربيتي لا مونسيوني كاف في الفريق الماتش. راهو مش هكا المسؤول، مع كامل احتراماتي من غير ما يترشح تحدى، هذه حقيقة صارت في التيران. مش مسؤولين تاع ليتوال يتضاربوا، راهو سكرتير فدير نجموا نتخالفوا ما نصوش نضاربوا، كان ليماج أون دونا أو جوار. ولا اللي يحبوا الجماهير. شكرا. النقطة المفصلية اللي تقعد من الكلام اللي نقوله كل راهو اون سو ترونف، راهو العداء ماهوش داخلين بيناتنا في بعضنا. لازم نتلموا باش نعملوا حلول، باش نقترحوا حلول، باش نعاونوا المسؤولين اذا كان حبوا يعاونوه. اما زاد ما نرضاوش نقولوا اللي قاعد يصير تو في الايطوال صحيح. لا صراحة انا نقول راهو مش صحيح اللي قاعد يصير في الايطوال. شكرا لك زبير، الفكره وصلت. شكرا لك على تدخلك معنا. واضح زبير بي يدعو الى لم شامل، لكن البادره لازم تكون من داخل اسوار النادي حاليا، يعني وعنده الحق. ما انت زبير تقريبا كما نعرفوه معناتها من غير مكياج، من غير ما يجمل الحقائق، كلامه يحكيه راهي فني بحت، عنده الشرعيه وعنده المشروعيه انه باش يتكلم للراجل عدى شر عمره في الايطوال، عنده قاعده جماهيريه ممكن. وعجبني في كلمه انه ثم عزه النفس والكبرياء، لا غالب هذا بحثنا دي زونسيان جوار، فما نوع من الحساسيه ديما بين المسؤولين الدخلاء على النادي او يكون هو محب للجمعيه وما يجي من بوست اخرى، وبين اللي حد دمه اللي كور في الجمعيه. ثم بحثنا اسامه وخالد ومحمد لعبوا في مختلف الجمعيات وعندهم زاد هم المشروعيه باش يكونوا. هذه ديما معناتها صراع ازلي ما بين المسؤول الدخيل وما بين الكوارجي. عطى دياغنوستيك حلو معناها ومنطقي جدا لمشاكل الايطوال، ممكن عنده زاد شويه واجب تحفظ، لانه في الاخر حكايه حتى على الخلافات اللي مقصود بها شكري العميري
وصلاح بن عمر ظهري اللي سجل التنظيم هو تحفظ على سامي صار خلاف بيناتهم. دونك ان شاء الله رضا شرف الدين يكون عنده الحد الادنى من الديمقراطيه للاصغاء. صار خلاف بيناتهم والى حد استعمال تدافع تقريبا يكون عنده حد ادنى من الديمقراطيه للاصغاء باش يحل مشكل من مشاكل قلاع الرياضه في تونس. دونك ليتوال طايحه راهو نيفو بصفه عامه في الباسكت في الكوره الرياضه التونسيه كما قلت كره قدم كره يد كره سله كره طايره كامل عقاب حاجه سيكسيون فولي ولا سيكسيون باسكيت هذا ما يفرح حتى ايتواليس وما يفرح حتى تونسي. رايك خالد في الكلام اللي قاله زبير في مداخله زبير حول الوضعيه اللي يعيشها النجم الرياضي الساحلي؟ هو قال كل شيء. تبقى لم الشمل يظهر لي انا باش يتنقص باش يطيح التونسيون من بعد راه في الخدمه ما نجمش رئيس يخدم مع أربعة لاعب كاتون سان جوار بار اكزومبل كل واحد باش يكون عنده التاج نتاعه. ونعرفوا مثلا زبير من نجم يعاون ايطوال كان في الكوتي تكنيك زياد تقريبا نفس الشيء. دونك الناس كل ماذا بيه تبدا اللي قريب ليكيب بروميير وقت اللي المشاكل ماشي ليكيب بروميير بركه وليكيب بروميير ولا الفرع كره قدم مش تساير باربعه ولا خمسه من الناس ديما نعرفوا عاده كي تكبر يكثر الرئيس تغرق السفينه. دونك لهنا يعني فو بونسي يعني كم يلفوف الكوتي هذا يتبقى معقول ومفهوم جدا وكلام زبير يعني نستحسنه برشا كي يقول لموا الناس كل باش نطيحوا التونسيون. تبقى من بعد راهو الخدمه كل واحد وافكاره ما نجمش نحطوا سانكي دي في فريق ونحبوه يمشي. دونك لهنا زاد لازم نتفاهموا زاد البريسيون اللي على رئيس النادي. لكن اللي قلتوه توا راهو الرياضه التونسيه كو سوسوا كره قدم يد باسكيت اللي هو وقت ما فيش النجم قوي دونك راهو المستوى اكيد باش يكون طايح من مصلحه الناس الكل اللي النجم يرجع للاشعاع نتاعو اللي هو ساعه خاطر هيستوريكمون نادي كبير وديما نحبوا نراوه في مراتب كبيره ومن الفرق اللي شرفوا الكره التونسيه. وكوتي زاد كومبيتيسيون لوكال مهم ياسر النجم يكون في احسن الحالات نتاعو. محمد تعليقك على كلام زبير باي خاصة أنه أنت تقمصت زي نجم الرياضي الساحلي. صحيح والله يعني زبير شخص المشكل الموجود في النجم الساحلي وبرشا فرق معناها عنده نفس المشكل هو في سيرتو في تونس معناها معناها ستركتور معناش نظام نتاع في الهيئة المديرة معناها رئيس رئيس مدير تنفيذي مدير تنفيذي مدير رياضي اللي يجيب الجوارات انترنور العلاقة ما بيناتهم شكون كيف كوا هذا المشكل يعني سواء في النجم ولا سواء في الفرق الكل معناها عندنا مشكل نتاع ستركتور. ان شاء الله نهار نوصلوا معناها في الفرق التونسية تكون الخدمة كل واضحة والامور كل واضحة. بعد شوية باش نحكيو على النادي الافريقي وصول المهاجم المنتظر يا اسامة السلام هذا المهاجم باش يحل مشاكل النادي الافريقي الكل في الخط الامامي حسب الاخبار اللي جاتنا اللي وصلتنا من البلد الشقيق الجزائري. قبل باش نطرقوا لمسألة مغادرة انيس بوجلمان لمنصبه كمساعد مدرب في النادي الرياضي الشقيق. قبل ما ناخذوا انيس بوجلمان بلاي نقولوا عيد ميلاد سعيد ساعة الياسمينة الحاجي بنت عم المخرجة سماح الحاجي بالروتار هو 23 سبتمبر اليوم 26 سبتمبر جويج انيفرسير تفرح بيك بجع عندك المعارف ياسمينة ما تهزش علي يا خويا ما تحبنيش مستحيل كي طلبك وسام السلامي هزيت علي ها ولا محمد سلام ها محمد يا سيدي نطلبك بالعشرة مرات باش نتحصل عليك خويا شنو هي الحكاية هذي لا هذه اشاعات تكرش فيها على اللايف المناصب تبدل يا بوجه المناصب والفلوس كنت بحذانا على اليسار لهنا شنو الامور بوجه شنو حوالك؟ الحمد لله والله الحمد لله شنو حوالك؟ يا سيدي علاش خويا غادرت منصبك كمدرب مساعد لنادي رياضي صفاقس؟ والله بون شوف مين معناها ماهيش مغادره هي كان هي لا مغادره ولا انسحاب ولا هي كان اتفاق من الاول وقت اللي في اخر الموسم يعني براتيكمون قبل بشهرين اتصل كلمني فتحي جبال ومعاه سي معاذ المسكيري وطلب مني اني نكمل معاه بالموسم وقتها جمال خير كان مشى للمريخ السوداني
وكان اتفاق على اخر موسم يعني هذاك هو الاتفاق اللبناني في نقطه زيت برشا سيريز تاع ماتشات تعرف ايش هي العمل اكثر من 8 ولا 9 ماتشات معناها ماهيش نظام مغادره ولا انسحاب كانت مهمه واضحه تعرف انه امين انا قبل ما نرجع للنادي السبتي خدمت في ثلاثه معناها جمعيات كمدرب اول يعني دخلت للجهاز الفني للنادي السبتي باش نعاون فيه اللي نعرف الاجواء فيه اللي انا كابيتان سابق كنت مدرب كان في حاجه ممكن الواحد يعني عنده ممكن يعني متعود على يزول رول كابتن خاطر كيف في فتره من الفترات ممكن ولاد صغار شفنا يعني دحمي قادم اللي كابتن سنه ثانيه في الفريق الاول يعني كيف صغيره شويه ممكن دخل دون سون يعني لابور كان اكثر على مستوى المجموعه وفعل الموسم اني واحد زميلي وخليه شنو مستقبل الاتفاق الاولاني كنا لاخر موسم يعني ما كانش فما خلاف ولا حاجه من هذا النوع خلاف مع الاداره ولا واحد من اللاعبيه ولا لا 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 اختلاف لا والله ما عندش اختلاف لا اداره ولا من لاعبيه ولا 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 حتى شيء لانه جو داخل المجموعه الامانه طيب يعني معناها ما عندناش مشاكل في الفريق في فريق الاخر ليش في ازمه؟ الناس تحب تسوق اللي في ازمه صحيح انه اخترنا زوج القاب في اسبوع وهذه معناها حاجه تخلي الانسان حزين اكيد معناها مش نهربونه لكن في المقابل فما عوده للمشاركه الافريقيه عوده للشامبيونز ليج يعني مهمه جدا. اما الوضع مش مثالي جدا يا انيس سامحني طارق معك زاد الوضع زاد ما نصوروش معناتها وردي برشا في النادي الصفاقسي فما مشاكل ماديه اضطر انه باش يفوت في الركائز نتاعو فما برشا حاجات زاد تخرج حتى من الكوليس مش باش نتجناو على النادي الصفاقسي لكن الوضع مش تلمو مثالي نتصور زاد لا انا ما قلتش الوضع مثالي انا قلت ما مش في كارثه لا مش في كارثه لا مش في كارثه ولا مش في ازمه ووضع مثالي وضع ماهوش مثالي هذيك حاجه متاكدين منها فما يعني فما كجمعيه تونس الكل معناتها ممكن الترجي اللي ما نسمعوش عليه ما نعرفوش المعروف انه ملاعبيتها تخلص ظاهريا باقي الجمعيات كل نفس المشاكل يعني طارق ما تصورش انه النادي الصفاقسي الفيليكس تكلم هذا الموسم نفس المشاكل المشاكل معناها كما نقولوا متفاوته في كل جمعيه فما المشاكل الكبيره وفما الاقل احنا في السيتيس عندنا المشاكل الموجوده اللي نحكيو عليها لكن ما نصورش عذر لانه اليوم ما تلعب في جمعه طارق زود القاب ما نتصورش انه في جمعه هيك باش تخمع الفلوس يعني عام كامل انت ممكن عندك دير ستار ما تجيش في زوج موبايل تخموا على يعني بون هذا معناها كما نقولوا هذوما دي ديتاي مهمين لكن ما هو مش اللب الموضوع باهي انيس هل تعتبر ربما القطيعه مع فتحي جبال كانت خطا من اداره النادي الرياضي الصفاقسي واضرت بالنادي؟ والله يا بابا مش نجاوبك عليها على الاقل في التايمينغ يعني. يزينا عاد من الدبلوماسيه انيس لا مش دبلوماسيه لا لانه المعاوض اسمه كبير وعالم كبير في كره السوق يعني توقيت ممكن هما زوج صحابك يا انيس سي فتحي وسي فوزي لكن يمكن التايمينغ معناتها امين يقصد هكاك صحيح ها؟ اي قلت لك معناها هو السؤال باهي برشا ما لازموش يلقى اجابه من عندي اي خاطرك اي كي كنت بحثنا في الكرسي تجاوب على كل شيء ما انا حكيت على الناس الكل في الكرسي يوم كانت ما خليتنيش برشا صارت هذه اتهامات خطيره لو ما خليتنيش برشا هذه لا كان تيكو تاك بارك الله عليه معنا عمل عليه الارسل مو فاهم خاص كان الارسل مو حدك مدرب في صفاقس بالله عندي 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 سؤال يا بوجه بالله اسامه السلامي كركار ولا لا في لي زونترينمون لا اسامه اكثر واحد يترينا اسامه الحاج الباهي برك فيه انه يجي قبل بتاع قبل الناس الكل اما في الاونتريمون انت وتوقيت التمرين يعني منين يجي ساعة حاجه اخرى الريجيم نتاع محمد سلام لا ما انا تبارك الله ظاهر عليه صافي تقول كريستيانو رونالدو قاعد مازال يحرر الكرسي ولا شكرا لك بوجه ونتمنى لك الحظ السعيد في مسيرتك مدرب البوجه ميرسي بوكو على تدخلك معنا اليوم نحكيو على النادي الافريقي موعد مصور
موعد وصول عفوا المهاجم المنتظر اللي اسمه زكريا نعيجي مهاجم بارادو اتفاق حاصل مع الافريقي اللاعب متوقع يوصل اليوم في الليل ولا غدوه الصباح اعاره لموسم مع امكانيه الشراء. تفاصيل هذه هي تفاصيل صفقة زكريا نعيجي اللي مضى إن شاء الله سيكون في الساعات القادمة دونك غدوة اليوم في الساعات القادمة. اللاعب كان على رادار الترجي الموسم الماضي. خالد أكيد شاهدت زكريا نعيجي، كانت نجم تحكي لنا على الملاعب هذا اللي كانت عنده تجربة في البرتغال الموسم الفارط إعارة زادة نفس صيغة التعاقد مع الفريق. شكون؟ بو انا اليوم الحقيقه وين حليت شفت البيست اوف نتاع الملاعبي هذه نتاع الملاعبي هذا مهاجم 25 عام بو اسونسيلمون الاكسبيريونس نتاعو كلها في بارادو بريسك عمل ان بري في جيل فيسنتي في البرتغال وتوا في بارادو ممكن معش سي اوفيسيال في النادي الافريقي ولا مانيش ما عنديش اتفاق حاصل حسب معلوماتي وحسب مصادري انه الاتفاق حاصل والامضاء سيكون في الساعات القادمه. اللاعب متوقع يوصل اليوم في الليل ولا غدوه صباح للاراضي التونسيه. دونك انا كيما قلت لك كي ريت الملاعبي فما بروفيل اللي شبه شويه البغداد بونجاح حتى في على مستوى البنية الجسدية. اللي عجبني فيه ان جوار دو دو يعني كيلعب بظهره يعرف يلعب يدكروش بيان تكنيكمون يعني تري فالاب الملاعب حسب كيما قلت لك راه ريت البيست اوف نتاعو. ان جوار رابيد ماهوش زاد الجوار اللي لا يسادابت يظهر لي كان عنده لي دو كاليتي هذوما اللي يعرف يلعب بظهره ورابيد دونك نورمالمون يسادابت مع اي سيستيم. فوالا تبقى من بعد الانتيغراسيون كيفاش باش تكون نعرفوا الكوره نتاعنا اللي سورتو الفرق الكبيره جينيرالمون كيلعبوا ضد الفرق اللي اقل منهم ديما يسكروا وينقصوا لي زيسباس. اي باري اللي هو ان جوار انتيريسون ممكن لهنا هذاك علاش البري ممكن يكون في صالح النادي الافريقي اكثر كان سافا سي بيان انتيغري وعطى البلوس يمكن يواصل كان بوتيتر ما نجحش يولي يرجع الفريق نتاعو. دونك لوبسيون هذه مهمه برشا في ان يعني في الـ في الـ في الريكروتمون نتاع ان اتاكون سورتو كي يبدا اترونجي وتبدا معمل عليه. مي كيما قلت لك الامبرسيون الاولانيه اللي هو سي ان بون جوار على الاقل تكنيكمون يديكروش يعرف يلعب صقيه بالكدا يعني انتيريسون في الامور هذه. نتمنى له التوفيق ويعطي الاضافه. لكن البنيه الجسمانيه نتاعو محمد انه قصير شويه هو زكريا نعيجي مش ملاعب اللي 1.80 متر يظهر لي كان عنده الفيفاسيتي بريسك في فرد بدنه هو كبوتو أكبوتو انا نشوف اقل شويه من 1.80 متر اللي هو بالضبط يجري يحب ليسباس هكا ولا يحب ليسباس وعندك الكودران الاولاني هذاك هو اللي حتى معناها كي يبدا ناقص طول فك الكودران الاولاني هو اللي خاطر لعب الراس سيرتو على لعب الراس التايمينغ هو اللي يعطي اكثر معناها مش الطول. لكن تجربه البرتغال ربما ما كانتش ناجحه برشا محمد عشان شفت انا شفت هو وترواز اسيست هو في السيزون اللي قبل هذه كان هدف بطولة الجزائر ب 21 هدف في جيل فيسنت حسب ما شفت معناها فما الاتاكون تاعها الاولاني ساندرو ليما كان عمل سيزون باهي برشا مارك 15 ولا 16 دونك حتى الماتشات كي يلعب ما يلعبش اون بوانت يلعب في الكولوار وذاك علاش معناها ما مركش برشا ربما اكيد ما لم يتاقلم برشا في المركز هذا اللي قلت عليه على الكولوار. النادي الافريقي يحاول التخلص من جيل بايا طارق شريه النادي الافريقي اتحاد بن قردين يحاول التخلص منه لانه عنده ظهير ايمن اترونجي زاد اللي هو الجزائري حسين بن عياده لاعب المولديه اللي تعاقد مع الافريقي مؤخرا. كنا حكينا عليه لكن هي المشكله وين توا بقطع النظر على جيل بايا انه برشا كلمات على ريكروتمون في كلوب افريكا ونفس المشكل الاتصالي كل نهار حتى جمهور الافريقي يسال فينا ما تنجمش تعطي المعلومه اليقين بالرسمي في الميركاتو في النادي الافريقي خاصه مع حلان ميركاتو. المعلومه عندي انا انه جيل بايا لاعب النادي الافريقي لا هو تقريبا لم يتم الاعلان عليه فما مشكلة اتصال ماهوش قاعد يتم الاعلان على الصفقات هكا ولا في الفتره الاخيره يعني تعاقد مع لاعب لسه نتصور برشا كلام اكيد عنده ليست جيل بهي صح المعلومه اللي هو صار ترانسفير جيل بهي هو لاعب للافريقي تو اي على ذمه الافريقي على ذمه الافريقي على ذمه النادي الافريقي والاداره تحاول التخلص منه في الفتره الحاليه. ممكن فما مشكل سيوله في الاخلاص الصفقه هذا هو اللي صاير تقريبا باش يبقى على ذمه
اذا توفرت الفلوس انه باش يبقى على ذمه الفريق، خاطر هو راه كرويين محترم جدا زاد. كيفاش يبقوا معناها دو لاتيرو اترونجي؟ هاك ينجم تشوف حل كيفاش، ما نعرفش انا شنو الاختيار الفني، اما بصراحه برشا كلامات، فما نور الدين فرحي، فما ابو علام، فما هذايا زكريا النعيجي، فما حسين بن عياده، لكن رسميا ما تقدم حتى اسم. هذه المشكله وين معناتها باج اوفيسيال على الاقل في عدد المريح كان وقت يمكن بوجود تو سيلادي البياري اللي هو يظل هو مستشار فني بيقولوا على الخطه الجديده مستشار فني من اساطير النادي الافريقي بيان سور، يظل حاجه باهيه هذيا، ويظل نوليو النجم وناخذوا المعلومه من عند سيلادي على الاقل يمركي. احنا حاولنا نتصلوا به لكن ما نجمش يدخل معنا سي هادي، اسطوره من اساطير النادي الافريقي كما ياكد لي قيس بلينا معد البرنامج، قال ان شاء الله مره جايه، ان شاء الله مره جايه يدخل معنا الهادي البياري مستشار فني. رايك في تعيين الهادي بياري كمستشار فني؟ حاجه باهيه، يعني يذل ان شاء الله الساعه يكون صوته مسموع. مي سينو سي هادي يعني الناس كل تعرف يعني يعني شوف انسان عطاء في النادي الافريقي من جران جوار ويلعب في الوسط يعني سير راه عنده عين، فهمت؟ اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله ساعه أكيد. ما فهمت عليه ساعه ما دخلش معانا فهمت، حبينا بون انا عندي معلومه ساعدكم انتم اللي كونوا راه من هنا الغدوه الصباح باش تهبط ليستا في الهيئه المديره الجديده ان شاء الله. ليست بما معنى اي يعني يعني فما تعزيزات في الهيئه المديره. ما عندكش اسامي؟ عطينا الاسامي. والله لا الاسامي لا حتى اسم واحد. لا والله لا شيء. انا اعطيتك المعلومه ديجا بعد يخدم انت يعني ما عندكش الحدث الصحفي توا؟ لا عندي الحدث الصحفي ما اللهم كان باش ناخذ شهاريكم انتم، خاطر هذه خدمتكم انتم توا. انا نعطيك التيتر وانت تخدم على الروح. ريت انت البريم سيناتور ما ناخذوهاش نحن في خمس سنين، ما عادش نكون فرحان. ولا اسمع كان نحسبوا له قداش صور من الكوره وسام يشري ثلاثة أربع إذاعات معناها. والله كان القبالة تركريتيك أنت أحسن من سابق عصره وسام سلامي. قلبه معبي عليا شوية لو نقراو عليه نحن في الليسي وسام سلامي بمبالغ خيالية وقتها نتعارك عليه. أنت رجل كبير. خيالية. أنت عامل فين يعني؟ لا لا أنت 2002 عطاو فيك 500 مليون. هذي راه فما ذول فما كوتي نتاع واحد. شنو؟ بلا وسام سؤالي أنا من أقوى بريم خذيته قداش؟ بريم اي بريم تاع ماتش ولا وعدوك به وما خذيتوش؟ اذا كاليفيكاسيون وقت الكوب دي موند اي نلعبوا كنت الكوت ديفوار و كان ربحنا خذينا 100 يظهر لي 100 هذا عام هو 1-1 اي 1-1 في المنزل هذاك عديت تونس عديت بعد اي ما تعديت شو اسمه هذول ليبيريا هي اللي شدت الكوت ديفوار وقت اخر هذا هو واحد وحده ماتش الكونغو وهدف زبير بيا ربحنا في الكونغو من مدغشقر مدغشقر مع الكوت ديفوار هاي مدغشقر وقت يظل لي البريم خذاوه هما حاسي. انت عندك ذكريات مش لك الكل مع المنتخب 2002 خاصة ديال البريم ولا كان شكون حتى في الكلوب راه لازم المنتخب لازم شكون يضرب عليك خالد المولي يعرف خويا في كان في الكلوب يعني ما شنو صار بالضبط وقت؟ ليه شوف متى على الكوب دي موند كوب دي موند فما ناس مش مرغوب فيها روح ديجا ثلاثة اللي روحنا انا والاسعد الله يرحمه وسليتي علاش خاطر خاطر انت تلعب في النادي الافريقي وقت لا لا في البقلاوة انا وقت في الملعب التونسي وقتها سليتي ثلاثة ثلاثي في الستاتيو نيجيريان وقتها سليتي ميور بيتور وقتها في الشامبيون روحوا بي انا وقال لك درا شنو ظفر يوجع روح بيه لا سعد درا شنو روح بيه حاسيلو هي ديجا تونيسير نورمالمون تروح بعد 48 من 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 اللي خلطنا قعدوا نهارين هذوكم نهار اللي خذوا قرار باش يروحوا هزونا معاه رجعنا فر الطياره باه تم تاخير عوده تدريبات الافريقي من المفروض كانوا يرجعوا غدوه من لعبات الافريقي للتدريبات ولاو باش يرجعوا نهار الاثنين 28 سبتمبر عفوا خاطر اليوم 26 نهار 27 نهار 28 سبتمبر تم برمجه مباريات وديه اربع مباريات وديه ضد فرق تونسيه وفرق جزائريه ممكن تتاخر العوده جزائريه غالطه ما نجموش يجيو ما ذي اللي مشاو سما الدراجي واللي معناتها مشاو بالترخيص من وزاره الداخليه اي في الحجر الصحي ويمن الزلفاني شكرا على التصحيح محمد سلامه المشكله انه تخاف السوق الجزائريه كلها تحت محمد سلامه على العقد القطري ترى عندي صاحبي عام في استاجيت قراها كلمني قال لي راهو الجزائر ما تدخلوش اي والله صلح لهم التصحيح خاطري صحيح هذاك علاش باش نصحوا للناس تحيه لوليد المويفي
وليد المهم ما اوكي ممكن تتاخر اكثر العوده طارق لانه اللاعبيه طالبوا بمستحقاتهم برشا من اللاعبيه هم مش خالصين في النادي الافريقي وكلام حتى على فما لاعبيه عنده 16 شهر مش خالصه وسام لا شوف نورمالمون ديسي غدوه هما ديجا توا فما حمزه وفما عبد السلام قاعدين يقعدوا توا اليوم ديجا بداوا يقعدوا حمزه الوسطاتي وعبد السلام اليونسي اي قاعدين يقعدوا مع اللاعبين وقاعدين توا نورمالمون باذن الله هي باش يحاولوا يعني يلقاو حل وباش نهار اثنين ان شاء الله ترجع البريباراسيون عاديه وكذا الكلام هذا وسامع للريكريتمون المبالغ اللي حطتها النادي الافريقي مع الاشاره لعقد الرعايه القطري كله يقلب الملاعبيه بيان سور نسمعنا حتى علي عباس حكى المره اللي فاتت على 3 مليارات وفاصل 5 ظهر لي ديون دونك سي نورمال كوارجي بروفيسيونيل يخدم على روحه يسمع في المبالغ هذه اللي تصرف فيها هيئه اليونسي هو مش خالص معناتها بالكيفيه هذيك عادي انه كل عاده لسعد الدريدي باش يكون تصحيح تصفيات كاس العالم 2002 صديقنا نافع بن عاشور توجه له بتحيه كونغو برازافيل مش مدغشقر قال لا لا لعبنا كونتر مدغشقر لعبنا مركز وبير بايا بونتو بشيكي بونتو لعبت فيه فوالا مدغشقر وكونغو برازافيل كونغو برازافيل كما حكى الهدف اللي من السونتر وقتها زبير بايا في الكونغو قال مش على الماتش هذاك وسام حكى على مدغشقر شدت ليبيريا كودوفوار اللي فيها باكايوكو بالضبط تذكرها باهي منتظر زاد انه تكون فما لائحه نتاع ملاعبيه باش يغادروا النادي الافريقي زاد وفما فما خلينا نقولوا خلاف بين الاطار الفني والاداره حول الملاعبيه اللي باش يقعدوا وباش يغادروا النادي الافريقي سي نورمال كاستينغ يصير في اي موسم لكن ظهر لي وقته متاخر شويه خاطر قبل اربع اسابيع يمكن زاد من سوء الحظ سنة المواسم مترابطه ببعضها لكن الغرب لازم فما 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 عباد زايده في الكلوب افريكان ممكن خدمتها الظروف انها باش تكون في النادي الافريقي عادي جدا تكون فما غربله لكن مع المشاكل هذه قد يسحق للدوبلير ممكن انا خاك لا بطل فما برشا ملاعبيه تنجم تكون كحل ثاني تمنينا انه نسالوا المستشار الفني الجديد للنادي الافريقي السيد هادي البياري لكن مع الاسف مشكله زاد الهادي البياري راهو زاد مال اكسبلواتي كل مره في بوست ما نفهموش اسكو مرافق اسكو معناتها مدرب مساعد اسكو شنو سيفته لا عمره ما كان مدرب حطوه مره يرني في الصغار في لي زافونسون ما هو حسب اللي زيكولي عندي انه راهو ما عجبتوش خطه المرافق السيد الهادي البياري دونك حاب يكون مستشار فني انا نحسه معناتها رجل مطافه في النادي الافريقي معناتها وقت فما كريز ولا حاجه معناها رجل لا ما كل تقدير المسير مهاجم جانا اخبار عطاير توا رئيس الجمهوريه نشرت اخبار بتكليف من سيده رئيس الجمهوريه قيس سعيد تولى رئيس الحكومه سيد هشام المشيشي الاشراف على مباراه الدور النهائي لكاس تونس لكره القدم الموسم الرياضي 2019 2020 اسامه سلامي توجه عملي تحيه بالتحيه لطارق العصابي تحيه باهي مشكل عادي لا خاطر الاخبار هذا قالوا لي قبيله شويه هذا اللي اكد انه فما استياء من رئيس الجمهوريه حول نقل ملعب المباراة من ملعب حمادي العقربي بيرادس إلى ملعب مصطفى بن جنة شكرا لك خالد المولي طارق العصاري أسامة سلامي شكرا. محمد سلامة بجة في الإخراج قيس في الإعداد وإم في الديجيتال احنا نتقابلوا السبت الجاي كالعادة من ماضي 3 ل 5 غدوة بلاتو سبيسيال على إف إم بمناسبة نهائي كأس الحبيب بورقيبة الأخبار وبون ويكاند الناس الكل